مرحبا بكم في حلقة جديدة من كواليس رمضان. اليوم غادي ندويو على نقاش جديد ونقاش العصر اللي قال يتفرج في حلقة دربيها الشيباني. السؤال اللي كيطرح نفسه، واش بصح جنس الرجال؟ وانا جالسة دابا بين ثلاثة الرجال، بين الشوبي وبين البخاري وبين داداس، بصح جنس الرجال؟ من كتوصلوا ل 60 عام كتبغيو تبدلوا المرأة؟ الرجل ما حدو رجل، راه خدام، ما راجلش ما بقاش راجل ديك الساعة ليه الله بالراسو. حنا دابا لا، انا ماشي مع تعدد الزوجات، وما كنبغيش نعدد شي زوجة وزوجة وحدة اللي عندي راه هي كازا في الدار، الله يرضي عليها والله يقابل الدراري. في الحقيقة الراجل ملي كيوصل ل60 ماشي كيبغي يتزوج، كيبغي غير يتلها. والله العظيم كنحمد الله ونشكره بلادنا اللي باقي الناس يتهلاو في والديهم، كيصيفطوهمش بحال برا اللي في الدار عجزة ولا شي حاجة. طبعا الحمد لله، هذه راه بصح دابا كنهضروا هنايا على شي حاجة، موضوع اللي حقيقي. كاينة واحد السيدة 60 عام ديال الزواج هي وراجلها، 60 عام ومزوجين ما عمرهم تخاصموا، وسولوا على السر، قلت لهم السر كيرجع لشهر العسل. فاش كنا في شهر العسل مشينا لواحد المنطقه فوق توبقال جبليه، ما تخاصموش فيها، بالعكس غادي هو راكب على البغل ديالو، هي راكبه على البغل ديالها، هي غاديين في وسط الطريق، وقف له البغل قال ليه زيد، ما زادش، قال ليها الاولى زيد، زاد. وصلوا لنص الطريق عاود وقف له البغل قال ليه زيد، ما زادش، قال ليها الثانيه زاد. المرة الثالثة غادي يوقف ليه تقربوا يوصلوا، وقف له عاوتاني حرن ليه هذاك البغل ديالو، قال ليه ما بغيتش تزيد جبد فردي ودير ليها الثالثة باق. المرة قالت ليه حشومة، علاش دابا ما دارت لك والو، حتى هو راه كيحس وحتى هو راه خلق الله، علاش قتلتيه؟ قال ليها الاولى. ليومنا هذا مع عمره ما بقاو تخاصموا، هذا الفائدة اللي التعبير ديال النهار الاول كيموت البغل. والحيوطي لا نابو كل هاي بني دار، والحيوطي لا نابو كل هاي بني دار. مبارك سعيد على أنغام. هذه الأغنية كنطلعوا الجينيريك وكنقول لكم ماتوا.